وغيرهم وغيرهم. كرة ملعوبة الآن عالية وعرضية، السلام! النقص يولد القوة عند المصريين، المنتخب المصري لا ينقص بل يزداد قوة، المصريين يتقدمون الآن عن طريق حمدي فتحي ليعلن عن تقدم الفراعنة، عن أبناء مصر، عن أول أهداف المباراة، عن الزعامة الإفريقية يتحدث، عن ريادة النجوم أتكلم، عن الماضي الكبير، عن حضارة السنين، عن أمجاد اليوم، عن نظرة المستقبل. المصريين هم يتقدمون بعشرة لاعبين، وكأنهم ب11 و12 و13. إنها روح الفانيلا المصرية، روح المنتخب المصري. المنتخب المصري، يا سلام يا تريزيجيه على صناعه، يا سلام يا قبر على قبر قلوبهم، يا سلام يا فتحي على افتتاح النتيجة. ودية بالمشاعر فقط. الكرة عالية، راسي الله، عادت الجزائر، وعادات الجزائر، عاد المحاربون وعادات المحاربون، عاد الجزائر وعاد رياض ورفاقه. الجزائر تعود للمباراة وتعود بهدف التعادل. يا سلام، إنهم محاربي الصحراء، أترى محاربا في الصحراء يستسلم؟ أترى محاربا بصفات الجزائريين يخسر المباراة؟ إنهم يعودون، يعودون لأن لديهم العادات والتقاليد. ويا سلام، يا سلام، إسلام لعبها، شناوي خدها وعدت وقبها، ولكن رياض كملها. الهدف لإسلام، الدولي الثالث والأربعين في تاريخ